كتير مبسوطة اني راح اكون part of this event. Let's start. I wanna see you wine like Rihanna, get on up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer, she turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. اليوم راح يكون اللقاء التعريفي للفيفا World Cup Volunteer. ورح نبدأ بهالإيفنت. أنا ما بعرف شو قصة الإيفنت ولا شيء. قالوا إنه اليوم رح يطلقوا الثياب الفولنتير، بس يا رب يسمحوا لي أصور عشان I wanna do this vlog. واللقاء التعريفي كان في ملعب لوسيل، وأحسن طريقة إني أروح للملعب كانت بالمترو. طبعا مثل ما أنتوا عارفين إنه بكأس العالم ما رح يكون في سيارات، رح يكون كله عن طريق المترو، والمترو كتير رخيص، يعني ريالين روحة وريالين رجعة، بس التذكرة أو الكارت اللي بتعبوه دايما بعشرة ريال. وهو بصراحة أحسن طريقة للتنقل، لأنه لو رحتوا بالسيارة ما رح تقدروا تطلعوا من الزحمة. وبآخر الفيديو راح أفرجيكم زحمة المترو، فما بالكم زحمة السيارة. سبحان الله، ما كنت متوقعة أني ألتقي بحدا، بس لما وصلت شفت كل صحباتي رايحين على الملعب، والحمد لله أنهم كانوا موجودين لأنه ما حبيت أكون لحالي. وعلى الطريق انصدمت أنه شفنا لوسيل بوليفارد، واللي إحنا كلنا متحمسين له كتير. وصلنا ملعب لوسيل في لوسيل، what's gonna be our first volunteering event. طب بس عشان أفهمكم إيش قصدي، volunteering event يعني أول تطوع لفيفا رح نشارك فيه، بس أكيد إحنا شاركنا بتطوعات كتير قبل هيك. Yeah, volunteering event. Orientation event. Yes. اللقاء التعريفي للvolunteering team. الملعب ضخم وكانت الأصوات جدا عالية، أصوات الأغاني، وكان الكل متحمس وفرحان. أنت سمعين it's really loud here. والكل متحمس، وhonestly أنا أكثر شخص متحمس for today's event. طبعا أجواء الملعب مثل ما توقعت خطيرة، سواء من مكبرات الصوت ولا من الإضاءة ولا من المكيف، كان كل شيء تمام. بس ندمت عليه أني أنا رحت بكير، رحت قبل بساعة ونص تقريبا من الإيفنت. وأكتر شيء بسطني كان الدي جي، عن جد كان جوها نار، بس أنا كنت قاعد جنب السبيكر فإدني عن جد راحت. والملعب كان عن جد يعني الله يعطي العافية المهندس. وراح أترككم مع شوي فيديوهات من هالإيفنت. أعرف أني قلت عن جد 100 مرة ما هتعلق. بليز باي. بدأ الملعب يتعبى، الناس كانوا جايين عشان ينبسطوا، كانوا كلهم مودهم حلو. وهيدا كان قبل بعشر دقايق، وبعدين بدأ العد التنازلي. Welcome to Lusail Stadium. You are the beating heart of the FIFA World Cup Qatar 2022.
showcase Qatar to the world. We are grateful to have you. We are the heart team. With open arms, we welcome nations from Qatar 2022. You are now part of the volunteer team. هون كان الإعلان عن الأوتفت الرسمي للفيفا فولنتير طبعا برعاية أديداس. وعن جد الأوتفت كتير عجبني. I will do my best to help others to. وهون كان دورنا إنه نقسم إنه إحنا رح نتطوع بكل إخلاص ورح نعمل اللي إحنا مقدمين على التطوع عشانه. وزحمة الطلعة ما كانت نفسها زحمة الدخلة. كان الوضع مأساة. اوكي جايز، هلا خلصت من جوا، ما بعرف اذا صوتي مسموع. كل اللي بعرفه انه اذن اليمين ما عم تشتغل لانه كنت قاعدة جنب السماعة بالضبط قدام اول شيء. بس عادة هيك كل شيء كان اميزنج، واللي عجبني اكثر شيء الاوتفيت اللي احنا رح نلبسه. الزحمة مو طبيعية واحنا بس 20,000 فولنتير، ف بحس انه الورد كاب راح يكون اشي خرافي، ولكن الزحمة ما حدا ممكن يتحملها. لما رجعت على البيت شفت هيدا البوست، ولما فكرت فيها كان الموضوع طبيعي انه ياخذ الموضوع 40 دقيقة. لو كان في سيارات كان ممكن ياخذ زحمة اكثر من الزحمة اللي انا شفتها يوم التطوع، ولكن اكيد انه زحمة المترو هي افضل حل. وبعدين هم خلصوا من الزحمة بسرعة، يعني اهون من زحمة السيارة. هيدا المنظر بس سنيك بيك اللي جاي. الله يحفظك. So guys، أنا هلأ finally رجعت على البيت الساعة 11:45. كان اليوم كتير حلو، ولكن الشيء اللي ما كان حلو إنه زحمة الطلعة كانت عن جد زحمة، والموضوع كان كتير صعب لأنه حتى أسعار الأوبر كانت فوق 50 ريال على منطقة مو بعيدة، كانت 25 إذا حاولت أروح على مترو تاني. هذا الشيء الوحيد اللي ما كان حلو، بس عدا عن هيك اليوم كان حلو خفيف. تامي إذا بدكم أشارككم بالمحتوى الجاي، ولايك اند سبسكرايب، وآل سي يو سون. لا عادي ولا شيء، كنت قاعدة بأمان الله، وصلني هيدا اير دروب. لا تعليق، باي.